مع استقبال مدينة رفح العدد الأكبر من النازحين على مستوى القطاع أضحت كتلة بشرية هائلة، وأصبح البحث عن رغيف الخبز أمرا غاية في الصعوبة، ومع افتتاح عدد من المخابز أبوابها أمام هؤلاء النازحين يضطر هؤلاء إلى الانتظار في طوابير طويلة ولعدة ساعات من أجل الحصول على ربطة خبز واحدة. معاناة بلا حدود لا توصف، يعني أنت أرف الكاميرا على الناس كلها، شوف من وين، من أقصى الشمال من أقصى الجنوب في رفح. أنا وين ساكن؟ عبوبة صلاح الدين. طلع الدور لوين؟ لدور العودة، وأنا من الستة لأربعة ولاقي في الدور، لأن الوقت لما خشيت الدور تبع اندهس وراح، لأنه ما بقدرش أزوق لأنه إذا انكسرت أنا أعاني كثير معاناة. طلع كم بني آدم، ربطة الخبز بيطلع الساعة 3 الصبح بتمه للساعة 7 المساء لما ناخذ ربطة الخبز. مخبز واحد شغال لمليون نفر هان بزبط الشيء. افتتاح المخابز في رفح خطوة مهمة كما يقول الناس، لكن نقص إمدادات الطحين مع دخول كميات قليلة من المساعدات إلى غزة صعب من مهمة هذه المخابز في تلبية احتياجات الناس الكثيرة مع الازدحام الكبير في أعدادهم. لا يا شيخ، ليش؟ أنا رجل مريض على بقى في دور من الساعة 3، لما أحصل للساعة 7 عشان أحصل عائلتي ربطة خبز. معناها الحياة كلها هنا صارت حاصرين في منطقة، حتى بقول منطقة آمنة بقصفونا فيها. مش معاناة، هذا موت اللي احنا واقفين فيه. إنه من الساعة 5 واحنا واقفين على هالطابور، تخيل الساعة قديش ده، صارت 12 واحنا واقفين بنستنى ربطة خبز، والربطة هذه كمان بكفيش أولادنا، يعني حتى الربطة بكفيش. أنا 10 أنفار، هذه الربطة بكفي أولادي والله ما هي مكفية. وتزود الأونروا هذه المخابز بالدقيق والغاز بما يضمن استمرار تقديم الخدمة للناس، لكن الناس هنا يقولون أن على الأونروا والمؤسسات الدولية العمل على ضمان توفير أكبر قدر ممكن من الدقيق بما يضمن حصول جميع الناس على الخبز. من رفح جنوب القطاع، أحمد غانم، الميادين.